Take a look at what happened. تهديدات بالقتل بعد محاولة اغتيال. القبض على رجل أمريكي هدد بقتل بايدن وهاريس وأوباما، ورجل آخر هدد بقتل ترامب. في 27 من يوليو الماضي، وعلى حسابه بمنصة إكس، وجه مواطن أمريكي يدعى كايل ألتون هول سهامه العدائية وتهديداته بقتل كل من جو بايدن ونائبته كامالا هاريس والرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما. ممثلو الادعاء الفيدراليون وبحسب ما أعلنت العدالة الأمريكية وجهوا اتهامات للرجل صاحب 37 عاماً، تتضمن التهديد باغتيال بايدن وهاريس وأوباما بعد أن كتب على حسابه بمنصة إكس أنه سيطلق النار على الثلاثة وسيحطم سيارة الرئيس بايدن. على الفور ألقي القبض على المتهم، وبدأ جهاز خدمة السرية الأمريكي التحقيق في القضية بحسب ما جاء ببيان وزارة العدل الأمريكية. ممثلو الادعاء وجهوا إلى هول تهمتين بالتهديد لرئيس ونائب رئيس حاليين، وتهمة واحدة بالتهديد لرئيس سابق، وكل تهمة تحمل عقوبة محتملة تصل إلى 5 سنوات في السجن. تلك النوعية من التهديدات بالقتل لم تخطئ طريقها حتى مع المرشح الجمهوري ترامب، فالسلطات في ولاية أريزونا أعلنت أنها اعتقلت رجلاً يدعى رونالد لي سيفرود بتهمة كتابة منشورات تهديد تستهدف ترامب شخصياً، وهو الذي نجا من محاولة اغتيال أثناء إلقائه خطاباً بتجمع انتخابي في بنسلفانيا يوليو الماضي.